وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.